الطلبات بعض التلاميذ كيفية موازنة معادلة كيميائية. غادي معنا يكون بعض التمارين كيفاش غادي نوازنو معادلة كيميائية. إذا ناخد واحد المثال، ثنائي الهيدروجين يتفاعل مع ثنائي الأكسجين يعطينا الماء H2O. إذا هاد المعادلة، إذا غنشوفو غير متوازنة، هنا عندنا جوج ذرات الهيدروجين، هنا عندنا اثنان، هنا الأكسجين عندنا جوج، هنا عندنا وحدة. إذا المعادلة ماشي متوازنة، إذا غادي نوازنوها. إذا هنا عندنا الهيدروجين نفس العدد جوج جوج H2H2، الأكسجين ماشي متوازن، إذا هنا عندنا غير وحدة، إذا خصني نضرب في اثنان باش نوازنها. إذا ما نديش داك اثنان ما نكتبهاش هنا يمين جزيئة ولا في الوسط جزيئة، لا كنجي كنكتبها في يسار جزيئة. هلاك في هاد الحالة كتولي هاد جزيئة الماء كاملة مضروبة في اثنان، يعني شحال عندنا الأكسجين اثنان، اثنان في واحد اثنان. شحال ولا عندنا الهيدروجين؟ أربعة، جوج في جوج أربعة. إذا هنا عندنا جوج ديال الهيدروجين خاص تكون عندنا أربعة، إذا نضربوها كذلك في اثنان، إذا حنا وزنا المعادلة. نجي معكم معادلة أخرى، مغنيسيوم Mg تفاعل مع الأكسجين كيعطينا أكسيد المغنيسيوم MgO. إذا نحسبو مغنيسيوم، عندنا ضالة واحدة المغنيسيوم، ضالة واحدة المغنيسيوم متوازن بعدك. أكسجين عندنا هنا جوج ضالات أكسجين، عندنا ضالة واحدة، إذا غادي نضرب هنا في اثنان، نضربو هنا في اثنان. إذا ولات هاد أكسيد المغنيسيوم ولات كاملة جزيئة مضروبة في اثنان. إذا في هاد الحالة صبحت عندنا كذلك جوج ضالات المغنيسيوم، إذا هنا عندنا وحدة غادي نضربو في اثنان. إذا نزيدكم معادلة واحدة أخرى، إذا تفاعل ألومنيوم مع الأكسجين كيعطينا أكسيد ألومنيوم معروف بالألومين Al2O3. إذا غادي نوزنو، هنا عندنا ألومنيوم عندنا جوج وحدة، هنا عندنا اثنان، أكسجين عندنا اثنان، هنا عندنا ثلاثة. إذا الأكسجين عندنا ثلاثة وعندنا اثنان، بحال غنديرو هنا توحيد المقام، يعني مثلا توحيد المقام كيفاش غندير؟ مثلا عندنا أن دومي زائد تخوا مثلا غنديرو أن تيار واحد على ثلاثة. كيفاش غنوحدو المقام؟ هادو الكاميرا شوية. إذا هنايا جوج، هنا جوج ثلاثة، إذا خصنا كنضربو جوج ثلاثة توحيد المقام هي ستة، يعني كنضرب هادي في ثلاثة وهادي في اثنان. كذلك غنجي هنا الأكسجين غنضربها في ثلاثة، أكسيد الألومنيوم غنضربها في اثنان، باش كتولي عندنا ثلاثة في جوج هي ستة ديال الأكسجين، وعندنا جوج في ثلاثة هي ستة الأكسجين. إذا غنشوفو خلو الألومنيوم هو اللخر. إذا الألومنيوم غنحسبو هنا عندنا جوج جوج شحال؟ أربعة، لأن بحال دائما هنا هاد جوج راه مضروبة في جزيئة كاملة، كاملة مضروبة فيها. إذا جوج في جوج أربعة ألومنيوم، إذا هنا عندنا وحدة غادي نضربو في أربعة. إذا هادو لي خديت معاكم دابا فيهم هاد المعادلات فيهم غير ناتج واحد. إذا الآن غادي ندوزو نوازن معاكم معادلة فيها جوج ديال النواتج. إذا الآن غناخد معكم معادلة فيها جوج ديال النواتج. إذا غناخدو احتراق الإيطار سي أش كاك زائد أو دو، حطينا سي أو دو احتراق كامل وهذا زائد أش دو جو. إذا غنوازنو هاد المعادلة، المعادلة هادي غير متوازنة، عفوا حركت عفوا هاد الكاميرا تخسرت لي، سمحوا لي سمحوا لي على التأخير.
هادشي سادة شي تعوج حنا قدينا لا اله الا الله. اذا غنواجهو المعادله شوفوا معايا، عندنا كربون شحال عندنا المتفاعلات والنواتج، اذا كربون واحد كربون واحد توازن الكربون. ندوزو الهيدروجين عندنا اربعة، هنا عندنا اثنان، اذا خصنا نضربو هنا اثنان باش يولي عندنا اربعة بحال دائما، يعني جزيئة كاملة كنديركم الاخوة تزيدو تفهمو اكثر، كاملة مضروبة في اربعة. دابا غنزيدو الاكسجين، الاكسجين دابا كيخلي هو التالي، غنبداو نحسبو من هنا، دايما كيكونو هنا جوج، احتراق دايما كيكون في ثنائي الاكسجين، دايما الاودو عندنا، غنحسبو هنا شحال عندنا الاكسجين، عندنا اثنان، وهنا ضربنا في اثنان، اثنان هي اثنان زائد اثنان هي اربعة، نجيو غنضربو هنا في اثنان، تو سامبلومون، هاهي المعادلة هنا وزنها. إذا الآن غندير معكم احتراق كامل ديال الإيثان، تاهو فيه جوج نواتج، إذا سي دو أش سيس زائد او دو كتعطينا سي او دو زائد اش دو زو فوالا. اذا دائما نبداو بالكربون، دائما جوج درجات الكربون، هنا عندنا وحده، اذا كنضربو اثنان يعني جزيئة كامله مضروبه في اثنان. الهيدروجين عندنا سته، تما عندنا اثنان، اذا سته باش نحصلو على سته اثنان كنضربوها في ثلاثه، الجزيئه كامله كتضرب في ثلاثه. الاكسجين دائما هنا عندنا اثنان، نحسبو هنا الاكسجين، تبعو معايا هاد الجوج مضروبه في الجزيئه كامله، ستادير ان هنا عندنا جوج اكسجين وضربنا ديجا في اثنان، اذا جوج في جوج شحال اربعه، زائد هنا عندنا اكسجين وحده ولكن ضربنا في ثلاثه، ثلاثة وربعة هي سبعة، نكتبو هنا سبعة، ولكن إذا خلينا المعادلة هكا، إذا هنا راه ماشي متوازنة، علاش؟ لأن هنا عندنا سبعة الأكسجين، هنا عندنا سبعة وضرب عندنا فيها ديجا جوج، جوج سبعة هي 14، إذا هنا دائما ملي كيخرج عدد أولي كنجي جزيئة كاملة، عفوا المعادلة كاملة كنضربها في اثنان، كاملة المعادلة كاملة كنجي نضربها داك المعادله التناسبيه اللي كيكونوا هنا داك الارقام كلهم كيضربوا في اثنان باش كتوازن. اذا نعاود، اذا كتولي هنا عندنا 2C2H6 زائد هنا خلاص كتبقى سبعة ما كنضربوهاش اثنان، داك العدد اللي خرجنا كنضربوا هنا عندنا كتعدنا جوج غتولي لنا 4 CO2 زائد اش دو زو شحال عندنا؟ ثلاثة نضربوها في جوج غتولي عندنا ستة اش دو زو، عفوا اش دو، هاهي المعادلة. إذا ديرو فيريفيكاسيون أون فا فيريفي، إذا جوج في جوج أربعة كربون هاهي أربعة، جوج ستة اثناش، إذا ستة في جوج اثناش هاهي متوازنة المعادلة. الأكسجين جوج جوج في سبعة شحال؟ 14، إذا حنا 4 في 2 8 8 زائد 6 هي 14، إذا المعادلة أصبحت متوازنة. دابا نكتب لكم احتراق كامل للبوطة، تخرج فيه عدد جزيئات ديال الأكسجين، تكون عدد أول، إذا البوطة عندنا سي سي اش 4 اش 10 زائد او 2 تعطينا سي او دو زائد اش دو زو. اذا غادي نشوفو دائما الكربون، الكربون شحال عندنا عدد ذرات الكربون؟ عندنا اربعة، هنا نضربو نتي نصغر هاد السهم بحال ما كان تندير معادلة التناسبية، ندير اربعة كنضرب اربعة ياك. الهيدروجين شحال عندنا؟ عشرة، هنا عندي اثنان، إذا غنضرب خمسة كالعادة، دابا هادي كاملة مضروبة في أربعة، وهادي جزيئة كاملة مضروبة في خمسة، غنخلي الأكسجين دائما هو لاخر كله. إذا الأكسجين عندنا هنا شحال عندنا؟ أربعة في جوج تمنية زائد خمسة هي 13، إذا 13 راه عدد أولي، كنجي نكتب داك 13 هنا، نمسح داك زائد، نخلي سباس
نكتب المعامله التناسبيه. اذا اجي كتب داك 13 هنا، ولكن ما نحبش هنا لان 13 في 2 26، وهنا عندنا في النواتج عندنا 13. اذا غنضربوا هذا جزيئه كامله كتضرب في 2، دابا نديرو اونتربريز هنايا كبيره، كنضربوا جزيئه كامله عفوا معادله كامله كتضرب في 2. اذا هنايا نكتبوا 2 زائد هذه خلاص كتبقى 13 و 2 تعطيني هنا شحال عندي 4، غتولي 8 سي او 2. هنا عندي 5، شحال غتولي لنا؟ غتولي لنا 10 10 عفوا قلت الالوان ماشي مشكل، كنبغي نخالف الالوان ديال الجزيئات مع المعامله التناسبيه، كتولي 10. اون فا فيريفي، ندير فيريفيكاسيون. جوج في 4 8، ها هما 8 د الكربون، شوفو جوج في 10 20 هيدروجين، 10 في 2 20 هيدروجين، 13 في 2 26 اكسجين، 26 هنا عندنا 8 في 2 16 اكسجين، 16 زائد 10 هي 26. اذا المعادله متوازنه. الان خديت معكم معادلات يعني فيها فراغات، هنا غادي نحاولوا نطبقوا قانون انحفاض الذرات نوعا وعددا. اذا تعرفوا ان اثناء التفاعل الكيميائي تختلف الاجسام، تختفي الاجسام المتفاعله وتظهر اجسام جديده هي النواتج، ولكن عندهم تتكون من نفس الذرات ولكن ماشي نفس الجزيئات. الذرات تنحافظ الذرات نوعا وعددا. اذا شوفوا المعادله الاولى، اذا عندنا اف او هو الحديد زائد فراغ كيعطينا اف او اس، هذا كبريتور الحديد. اذا كبريتور الحديد كيتكون من ذرات حديد وذرات كبريت. اذا شوفوا هنا شنو ناقصنا، اف او هي هنا، هي كاينه هنا. اذا شنو ناقص هنا؟ ناقصنا الكبريت لو سوفخ. اذا ديروا هنا اس، اس هي ناقص. شوفوا المعادلة الثانية، عندنا جوج ديال النواتج هي ثاني أكسيد الكربون سي أو دو 4 والفراغ. إذا نحسبوا عندو دائما بالكربون، هنا عندنا جوج في جوج 4 الكربون، 4 الكربون هي هادي. الهيدروجين جوج في جوج 4 هيدروجين، إذا نقصنا 4 هيدروجين، عقلوا على 4 هيدروجين. هنا عندنا أكسجين 5 في جوج شحال عندنا؟ 10. هنا عندنا جوج في 4 8، اذا 8 8 هنا نديرو 10 ناقص 8 شحال كتجيك؟ 10 ناقص 8 هي 2. اذا شخصنا جوج ذرات الاكسجين و 4 الهيدروجين. اذا هذه الجزيئه اللي كتكون من الهيدروجين والاكسجين حنا كنعرفوها هي جزيئه الماء H2O. اذا الاكسجين قلنا 10 ناقص 8 كتبقى جوج، الهيدروجين عندنا خصنا 4. اذا اش غنديرو هنا؟ غنديرو 2. اذا جوج في جوج هي 4 هيدروجين، وهنايا اكسجين. اذا نعاودو نتحققو من الاكسجين، 5 في جوج 10، اذا جوج عفوا 4 في جوج 8 زائد جوج هي 10. شتي اذا انحفاض الذرة نوعا وعدد. زيدو المعادلة الثالثة، دائما نشوفو شنو خاص شنو ناقص. هنا عندنا ثلاثة ذرات الحديد، هنا هاهوما اف او ثلاثة ذرات الحديد، نوع الحديد هو هذاك. اذا هنا شنو النوع اللي خاصنا في هنا؟ خاصنا الاكسجين. شحال خاصنا ديال الذره الاكسجين؟ خاصنا 4. اذا ما نكتبوش او 4، ما كاين حتى شي جزيئه كتكتب او 4. كاينه او 2 هي ثنائي الاكسجين، وكاينه او 3 هو غاز الاوزون، ما كايناش سان اكزيست با او 4. اذا كنكتبوا او 2 دائما احتراقات كيقولوا اكسجين او 2. بما ان عندي 4 غنجي نضرب هنا 2. عندك وليداتي ديروا هنا او 4، دان اكزيست با او 4، او 2 وكضربوها في 2. اذا هنايا في هذه الموازنه حنا طبقنا قانون حفاظ الذره نوعا وعددا. نتمنى ان هاد الامثله ديال اللي عطيتكم تكونوا استفدتوا منها كيف نوازن معادله كيميائيه. ولا كنتوا باقيين ناقصين وخاصكم معادلات اخرين يعني كومبليكي، انا مستعده نزيدكم معادلات اخرين نخدمها معكم.